يعني عم بسأل حالي ميشيل شو بينحكى عن الفليفلة الحارة؟ شو بيقدر واحد يقول عن الفليفلة الحارة؟ كثير كثير، لأن كمان ما بنعرف كثير عنها، فبفتكر لازم نعرف شوي زيادة. أنا وفيت على استوديو سألوني الشباب التيم، قالوا لي جبت لنا معك فليفلة حارة. بالأسف لا ما جبت، لأن بلبنان بناكل فليفلة حارة، علما أنه ما في بس صنف واحد. أوكي. نحن كم صنف عنا بلبنان؟ مش معروف، لأن كمان شوي مثل الزيتون، مثل العنب، نعمل المبيد بس ما نعرف شو هي العنبة، نعمل زيت بس ما نعرف شو هي الزيتونة. فليفلة الحارة unfortunately بتفوت بهالشانل هيدا، أنه نحن بناكل فليفلة بنروح بنقول عن الخضار بدنا فليفلة كتير حارة، لا مش حارة whatever، بس ما نعرف فعلا شو هي. طيب شو هي؟ شو هي الفليفلة الحارة؟ الفليفلة الحارة هي قبل كل شيء من عائلة الفليفلة. في عنا السويت بيبر، في الهوت بيبر، فالحارة هي الهوت أكيد. هي من عائلة السولاناسي، هي زريعة. في mainly five families. شو الفرق بين family والتانية؟ قبل كل شيء الزريعة من برا مش الورقة بتكون معقولة تكون أخضر أكثر، أما أقل معقولة تكون أكبر، معقولة تكون شوي على فيلفت، معقولة تكون ليس أكثر. وردتها بيكون كمان نوع مختلف، معناتها معقولة تكون فيولي، معقولة تكون بيضة، معقولة تكون خضرة صفرة whatever. وهيدي كمان منلاقيها بعدين بالفروت، معناتها منلاقيها بالبيبر. البيبر هو الهوت بيبر، تاريخه ببلش بلاتين سنترال امريكا، يمكن ببوليفيا somewhere like that، بوليفيا مكسيكو. اول تراس عن الهوت بيبر ببلش تقريبا من 8000 سنه، صرنا زمان عم ناكل فليفله حاره. ببلش بنتشر اكثر مع كريستوف كولوم، بيروح على امريكا، وبعدين لما بيرجع على اسبان بيجيب معه فليفله حاره، وبسرعه بتنتشر. بعد 50 سنة تقريبا انتشرت بكل يوروب، راحت على الميدل ايست، من الميدل ايست بعدين راحت صوب الهند، ايجيا، من البلاد العربية، بعدين رجعت على المنطقة الجنوبية من ايطاليا. صار في اكسشينج كثير مهم، واليوم ناكل فليفلة حارة almost everywhere. تنزرع صارت بكل هالبلاد؟ تنزرع بعدة بكتير من هالبلاد، فعلا في بلاد متخصصة أكثر، والكلايم أكيد مهم، حتى إذا هلا مع السعر نقدر نعمل تقريبا هاللي بدنا، ولكن في بلاد عندها أنواع فليفلة ما عندها إياها بلاد تانية. أكيد هاللي البلاد هاللي كمان تنتج أكثر شيء فليفلة عادة كمان بيستعملوها بيكلوها بيكلوها أكثر. شو هي هالبلاد؟ ساوث لاتين أمريكا أكيد، بالهند، بنغلاديش، whatever، بيكلوا بيزرعوا كتير وبيكلوا كتير. جنوب إيطاليا كمان أكيد، وفي more and more بفرنسا وبغير بلاد كمان في إنتاج ممتاز. نحن رح نشوف كمان هلا، رح نشوف بكليب، رح نشوف شوي بفرنسا في البيمون ديسبوليت اللي هي AOC. معناتها في كنترول عليها، معناتها في عندها لابل بيعطوها اياه، يعني في جارانتي، وهيدي بيعطي بيفرجي كل الاهميه اللي اعطينا بفرنسا نسبه للفليفله. نحن هون عم نشوف كيف عم بيزرعوا الفليفله. اوكي، هون اكيد في الانتاج، ان ذيس كيس الفليفله طويله تقريبا 12 سنتي، بنشوف انه لونهم احمر. هو لونهم احمر بس فيكون لونهم شيء ثاني، ما هي صحيح، بيقدر يكون لونهم اصفر، اخضر، اسود، في عده الوان اكيد. شكله كثير حلو، شكلهم كثير حلو. اوقات الشكل كمان بيعطينا هيك انديكاسيون على قد ايه كمان حاره. وهون بنشوف انه عم بينشفوهم بعد ما قطفوهم. نقدر نشوف بالاسبولات انه كيف هاللي مقطوفين كلهم عندهم تقريبا نفس الحجم، يعني ما في صغير وكبير، بنشوف انه كلهم لونهم تقريبا مثل بعضهم، يعني في كنترول كثير قوي، كثير شديد عليه. هون في وان بروسيس عم بيعملوه، عم بيقصوهم منشان بعدين ينشفوهم. هيدا بروسيس معقول نعمله. بروسيس ثاني هو انه نشبكهم وحده بالثانيه ونشفهم بطريقه ثانيه منشان بعدين نبيعهم بباكج واحد. بنشفوهم بالهواء مش هيك؟ في فرن معقول يحطوهم بدراير، يعني بمطرح
شوي حامي مع very low humidity، معقولة ينشفون بطريقة طبيعية تحت السير بيكون مغطي. باودر؟ معقولة نعمل فيهم باودر، لما بنعمل باودر بنكون قبل نشفناهم أكيد. هون بنشوف يعني لوين بنوصل بالحر، في فيز مثل بالمبيد مثل بالزيت، منشم الحر، منجرب نشوف إذا في ديفويات، منشوف إذا بنعطيه كمان جريد. إيه يعني حلو نشوف إنه كيف بيكبي عم يعني بيخلطوه، يعني صعب متصور إنه نقدر نعمل هيك شيء مش بس للمبيد بس كمان للحر، ولكن in this case هدي AOC وفي كنترول كتير يسين، وإذا حر ما عنده ال good characteristic بيقيموا اللوت، ولما بيكون عنده AOC معناتها هيدا عنده اللابيل يعني it's exquisite quality. ليه الحر حر؟ الحر حر لأن هي طريقة دفاع من الزريعة exactly من الحشرات من كل شيء، في أتاك معقول يجي من برا، معقول يجي من مشروم، معقول يجي من حشرات برانية. سو قد ما في أتاك من برا كل ما بيكون الحر حر، كل ما بيكون الحر حر. هذا الشيء حلو، هذه exactly. سو هذه طريقة طبيعية من الطبيعة self defense، وهالديفنس اكزاكتلي الدفاع ممتاز، لان بهالطريقه بتقدر تعيش. يعني بنشوف شو حلوه الطبيعه شو عملت الاشياء بطريقه بيرفكت نقدر نقول. حتى اذا هون اوقات لبنان بنخربها على هيك كم سعيد اوقات من وقت لوقت، بس عده طبيعه معموله بطريقه ممتازه، بنشوف كيف فيها السيلف ديفنس. المنيح فيها بالفليف الحارة انه هالسيلف ديفنس كمان نحن بنقدر نستفيد منها. نقدر نستفيد منها، بيعطينا اميونيتي الحر مظبوط ولا بيعطينا اشياء منيحه للجسم؟ صحيح فيها اميونيتي عاليه. هي قبل كل شيء اول افكت انه لما نحن بناكل حر مبدئيا الحر بخفف شوي الجوع. شو معناتها؟ باكل صحن لنقول سباجيتي مع بندوره، اما باكل صحن سباجيتي مع بندوره وشويه حر، مبدئيا لما بيكون في حر رح يكون شبعان قبل من ما اذا ما كان في حر. سو بتخفف الجوع الحر. هيك الهند وبنغلاديش كلهم ضعاف؟ يمكن 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 اكيد معقول ياثر. سو على هالاساس اللي بخفف الجوع خلص. هلا النسوان كلهم حر 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 اليوم مزبوط، بس ما لازم نكتر كمان، ما لازم نكتر، بس غير انه بخفف الجوع كمان عنده افكت كثير منيح اللي هو عنده انتي اوكسيدان، معناتها it fights the free radicals، اللي هو مثل ما بنعرف هو سبب من شان السرطان أما من شان some serious disease. So لما ناكل حر في عم ناكل أنتي أوكسيدان that fights، وهذا الشيء كمان كتير منيح. في كمان في بالحر حتى إذا أكيد بناكله نحن كسبايس يعني عادة ما بناكل منه كتير، بس كمان في some vitamins، في مانغانيز، في very good characteristic اللي بتير منيحه للصحه. بس عاده بناكلها بكونتيتي قليله، يعني في ناس بياكلوا حر كثير. صحيح بناكلها بكميه قليله، منشان هيك يعني يمكن الدوز تبع الفيتامين ما بتاثر كثير، ولكن نسبه للانتي اوكسيدان لا الكميه هي منيحه ومهمه. هلا اكيد اذا بنكتر، لان بنقول انه اذا رح ناكل كثير حار ما بقى رح اكل، وبنكتر معناتها انا رح يكون عندي اميونيتي ضد الكانسر، كمان هيدا بيقدر بالعكس بيقدر يضر، كمان بيقدر يوصل حتى لنوع كانسر، بيقدر يصير في التهاب، وكمان يعني ما لازم نكتر، لازم يكون في سم كايند اوف بالانس، هذا الشيء كثير مهم. الحار نحن بنلاقيه قبل كل شيء في كثير اصناف حار. سو في عندنا سكيل، سكيل من هاللي بيحر حر اكثر لهاللي بيحر حر اقل. هيدي سكيل از انترناشونالي ريكونايزد، وفي الاصناف اللي بتحر حر اكثر شيء فعلا ما بنقدر حتى ناكلها، معناتها بنقدر بس يمكن نحفها على خبزه، نحطها بسوب منشان تدوب شوي، ولكن كثير صعب انه حدا يجي يقدشها. هيدا الريد بيبر لشو بيتحول بعدين؟ او بنشفوه ببيعوه دون دي ساك، بحطوهم بكيس بيستعملون للطبخ او غيره، او بيعملون شو فيهم، يعملون صوص او باودر او اوكي. فعلا هذا السؤال كثير منيح كثير حلو، لان نحن الريد بيبر عم نستعمله اكثر، الهوت بيبر عم نستعمله اكثر واكثر كسبايس كبيكونديمنتس، وعم بيخف شوي استعمال الكاتشب بالعالم، وعم نستعمل اكثر واكثر سبايسز. فعلا في عده طرق. قبل كل شيء نحن بنقدر
نستعمله مثل ما هو، يعني بنقدر نشتري مثل ما هو يكون فريش لما يكون مثلج، اذا مثلج عادة بداية تقريبا ست شهور ناكله از ات از. اما بنقدر نعمل فيه باودر، باودر عادة بتضاين شوي اكثر، انا شخصيا ما بحب كثير الباودر حتى اذا فور براكتيكال ريزن بالبيت انا كمان بستعمل باودر، لما بنكون عم نطلع كل شيء فيه طعمه، يعني لما بنكون عم نعمله باودر بيكون طيب على فترة وقت كتير قصيرة، أوكي. بس بعدين كل شيء فيه positive characteristic بيكونوا عم بيروحوا عم بتروح. So برجع بقول أنا كمان حتى إذا بعرف إنه الباودر is not that good at least not as good as the fresh product، كمان for practical reason نقدر نستعمل الباودر. So طريق هي إنه نستعمل الباودر أكيد. بعدين نقدر نحن نستعملهم منشان نعمل صوصات. يعني في صوص اكيد كلنا نعرفها كثير مشهوره تاباسكو، بنقدر نستعمل فيها نستعملها ان ذات كيس نحن بنحط الهوت بيبر بنحطه بميكسر بنزيد له سم مور انجريدينتس وهذا بيعطينا الصوص. سو اليوم في اكثر واكثر صوصات عم بيستعملوا الحر، يعني صوص الحر اكزاكتلي بيعطينا الصوص الحر. بنقدر نستعمله كمان ك تشوبت، يعني مش بس كباودر، بيكون ناشف دراي بيكون تشوبت مقصص اما بيكون كامل، بنقدر نستعمله بهالطريقه منشان كمان نعطي طعم. يعني بنرجع نعمله بنرجع بنحط له مي بتكون بالصلصه اما بالستوك وات ايفر بنرجع نستعمله سو بيرجع بينفوق وبيكون عنده هيدا هلسي اكثر من او بضل في هو ذا بيست احسن من الباودر. هو اكيد ذا بيست يكون فريش، اذا منا الفريش اكيد بنقدر نروح مع الفروزن، اما نروح على الدراي، الدراي لما بنرجع بنحط له هيوميديتي بنحط له ماي ستوك وات ايفر بيرجع بيكون بعده محافظ اكثر من الباودر. الحر الاحمر احسن من الحر الاخضر؟ لا اللون is just detail، يعني أوكي. اللون هو مش هو اساسي، يعني بيقدر يكون في شيء كثير كثير حر وعلى اصفر اما على احمر اما اخضر، بس بالاخير اللون كمان بيكون اوقات عنده علاقه مع ايتن قطفناه، يعني اوقات بيكون بعده منه ماتيور كفايه بيكون قطفناه شوي بكير بيكون لونه اخضر. بس هو المعروف الحر انه حر احمر اللي مشهور اكثر او معروف اكثر كصوص كبيبر ككذا اكزاكتلي. نحن هلا بنشوفه اكثر شيء لما بنشوفه احمر بنفتكر انه هو حار اكثر، ولكن اوقات في عندنا اخضر اما اصفر اما اورانج اما كمان على لون اسود يعني بريك كثير غامق بيكون معقوله حار اكثر من الاحمر. سو هون هلا كثير مهم هي في الاوريجين من وين جاي، هل هو الريد بيبر في واحد اسمه وازو في واحد اسمه ابانوس كثير كثير حار في الحر اكثر شيء بالعالم يعني، بس هذا يعني اي ثينك نوبادي تقريبا بيقدر ياكله من كمان من الهند. سو من 0 ل 10 بسكيل هو از 10 اوكي، علما انه لما نحن بناكل البابريكا اذا بدنا اللي هي بنلاقيها حاره هي يمكن يس هي 2 تو على السكيل هلا نحن بناكله بلبنان ما بعرف بالضبط شو بيكون صنفه، بس بيقدر يعتبر يعني من 2 لل 3. سو نحن لما نروح على مكسيكو لما نروح على الهند معقول يكون في 8 9 اما 10. سو ان ذات كيس صعبه انه بنكون عم هيك بميزه يكون عندنا صحن. شو اللي بيعمل بالانس مع طعمه الحر بالريسبيز؟ بالحر قبل كل شيء لما نحن بناكل الحر عاده بنحر بدنا اذا حرنا كثير بدنا نشرب مي، هذه اول شغله بنشرب مي. لما نشرب مي فعلا الحر منه سولوبل في اللي بيعملوا حر هو شيء اسمه كابسايسين، منه سولوبل بالماء بالسولوبل يعني. لا بالحليب اما بالجبنه. سو مهم انه يكون الحر انا بحب احطه مع شيء ليتل بيت فات مع زيت، يعني بيرفكت كومبينيشن بيقدر يكون انا باكله بحبها كثير. الزيت بيصير حر بس مثل بسباجيتي، سباجيتي بايطاليا سباجيتي اليو اوليو بيبرونشينو يعني سباغيتي مع ثوم زيت وحر. In that case بنشوف انه الحر بيدوب كثير منيح بالزيت. In that case بتحط الحر شو chopped In that case هن رح نعطيك ريسيبي على السريع لنختم الحلقه، اكيد بنكون عم نسلق السباغيتي من جهه، الجهه الثانيه بيكون عندنا زيت زيتون، بناخذ الثوم بنعمل له سلايسز مش كثير صغيره تكون هيك عندها شيء 2 ملي اوف السمك، نعملها على السريع على نار شوي قويه نعملها كاراميليزاسيون لما نصير لونها هيك شوي كراميل،
من زبده الحارات اف باسيبل يكون حار فريش مقصوصين منشان كمان يفوت البزر يكون كل شيء جواتهم. نعمل لهم شي دقيقه سوا نسكبهم نخلطهم بعدين بنحط السباجيتي معهم نخلطهم على النار 30 سكندز مع زيت زيتون نقطه زيت زيتون فريش بالاخير مع التوم عم بتقرش تحت السنين بدي اكد لك انه هذا رح يكون غدا اليوم ميشيل عشيه بفضل مع التوم هيدا كان كل شيء بمستر جورمي. ميرسي ميشيل، نشوفك الجمعه الجايه بموضوع جديد. بعد البريك رح نكون مع غسان يمين وميوزيكال.